قدام ولا الصورة ولا شو جاي؟ كلمة للصورة. أوكي. أنا عشت فترة بالخليج، كنت أشتري عنينة المي وأطلع فيها لبرا، ما في خمس دقايق تكون سخنة. عشت الفكرة إنه ليه ما بيكون في طريقة بس أخذ الأنينة أنا وما أدفع مصاري زيادة وأطلع فيها برات المحل وتضل باردة معي. بارد هو شكله مثل البراد بينحط بقلب السوبر ماركت. كيف بتبقى باردة لمدة طويلة يعني شي ساعة ساعة وربع؟ بارد بجمد 20% من الأنينة والباقي بيبقى ليكويد بيبقى سائل. شو هو الابتكار العلمي يلي صار هالبراد بجمد بس 20%؟ الأنتي فريز بجمد 20% لأنه أنا بس حاطيت 20% من الأنينة. بصير عم يشرب السائل اللي هو مسقع وال20% عم دوب على مهلة؟ على مهلة لمدة ساعة تقريبا. والله أنا شوف عنده فكرة ودي أناقشها مع جماعة في قطر. مبروك، خذ فرصة يعني. حلو.